أنا على الهاتف الباحث في الشؤون القبطية الأستاذ جمال يورج. أستاذ جمال، مساء الخير. إلى أين تمضي هذه الأزمة أستاذ جمال؟ حقيقة أستاذ مصطفى، بداية بس زي بدء أنا عايز أقول إن قداسة البابا طهرس الثاني الشخصية الوطنية الجميلة بيقود حملة من التطهير داخل المؤسسة الكنسية الداخلية وإعادة ترتيب الأوراق من الداخل لم تشهدها الكنيسة من قبل على مدى عصورها. فطبعا من البديهي جدا أن يصطدم ببعض الحواجز والمعرقيل التي كانت يعني مثبتة منذ فترات طويلة وحان الوقت لاقتصاصها. هذا الشخص يعيد تجربة ماكسيم شيل، لو حضرتك تفتكر من فترة الأمريكان كل شوية والمجتمع الغربي المناهض يعني بيدفعوا لينا ببعض الأزمات لتفتيت الجبهة الداخلية لينا وعلى أساسها مؤسسة مصرية زي الكنيسة المصرية. فشوفنا أزمة ماكسيم شيل والذي بنى كنيسة في المقطم وإزاي استفاد من جمع تبرعات كبيرة. هذا الراهب لا يختلف كثيرا عنه، يعقوب المقاري، هو أحد رهبان دير الأنبا مقار بوادي النطرون. اللي حصلت فيه الأزمة يا أستاذ مصطفى بتاعت الراهب أبي فانيوس الذي تم اغتياله وقتله مؤخرا. وهو أنا وصلني معلومات أنه كان على علاقة وطيدة بمن نفذوا هذه الواقعة، فهو في المعسكر المضاد لقداسة البابا طهرس. هذا الشخص جمع تبرعات كثيرة وصلت إلى 30 مليون جنيه بحجة بناء دير وادي النطرون على مزرعة. بدأ بالفعل لبس لبس البابا، جاب بعض المشلوحين والمنطورين والرهبان طالب الرهبان الجدد وبدأ يلبسهم لبس مثل الرهبان بتوعنا. طبعا الكنيسة القبطية طلعت بيان على الفور من المتحدث الرسمي القس بولس حليم برفض هذا الأمر وتنويه للرأي العام الشعب القبطي بعدم التعامل معاه وعدم اعطائه اي تبرعات. وتم صدور قرار منذ ايام بتجريد الراهب ده واعادته لاسمه العلماني اللي هو شنود عطله زي ما حضرتك قلت، ومنع التعامل معه. انا اللي وصلني يا استاذ مصطفى ان هذا الشخص يعني كان بيسعى الى مؤامره كبيره جدا لاحراج الكنيسه في المجتمع حتى الخارجي، وبالتالي توريط مصر في ازمه كبيره. يعني لما يكون عندك حضرتك كنيستين بنفس الاسم، كنيسة أرثوذكسية وكنيسة تانية أرثوذكسية، وبابا آخر، طبعا أزمة كبيرة بيهدف منها إلى بس العيب. فإحنا بنناشد الجهات المعنية كلها في مصر يعني التكاتف ضد هذا الشخص المنتحل صفة راهب، وتم تجريده بالفعل. وكمان عايز أقول حتى يا أستاذ مصطفى، بالفعل تم عمل بلاغات أمس وأول أمس من بعض المحامون المحترمون أقباط ومسلمون ضد هذا الراهب وضد المجموعة اللي كانت معاه، ملاحقة قانونية في مكتب النائب العام يعني ضد هذا الشخص. شكرا، شكرا لك أستاذ جمال جورج الباحث في الشؤون القبطية. وأما ما أريد أن أقوله أنه نحن لا نعرف سوى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوطنية المصرية، ولا نعرف في الوقت الحالي إلا قداسة البابا طهرس الثاني، هذا الرجل الوطني الأصيل. ونحن نعرف تماما أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الأمور النشاز في كل مكان الحقيقة، ولكن الأمر الذي نحن على يقين منه أن الأشقاء وحدة واحدة وقوة واحدة والطريق